السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات، تحياتي لكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. هذا الحصان هذا اللي قدامكم للبيع، كيتواجد في القنيطرة. السن ديالو طالع جموع 5 سنين. اللي بغاه مرحبا، ما عندوش لوريقات. وبالنسبة للثمن تعطات فيه عطية فيه 380 الفرنك الخوت، 380. اللي بغاه مرحبا، 1,160,000. انا قلت لكم 380 الف فرنك، ما تديوش عليا الخوت، خوكم ما قاريش. مهم 1,160,000 ريال. يمكن كلها كيفاش غادي يحللها الخوت. مهم جراء وتريبي وجميع الشروط الخوت متوفره فيه. غادي نخلي لكم الفيديو المقطع ديال التريبي ديالو، غنخلي لكم في اخر الفيديو. وكما قلت لكم ما عندوش الوراق. واللي بغاه مرحبا يتواصل مع السيد، والله يسر لكل واحد الخوت. مهم العود هو قدامكم الخوت، وكما قلت لكم التراب غادي نخلي لكم في اخر الفيديو، غنخلي لكم بوحدو. وانتوما التشجيعات ديالكم الاخوان، اللي ما مشتركش في القناه اشترك باش يوصلكم الجديد ديالنا، وباش تزيدوا تشجعونا شويه. وبزاف كنقولها ونعاودها، بزاف الناس منكم كيتفرجوا لينا وما مشتركينش في القناه، اشتركوا باش يبقى يوصلهم الجديد ديالنا، وهكا كتشجعونا وتحفزونا. الله يحفظكم ويسر لكم الامور ويحفظ لكم الوليدات والبنيات، واللي ما عندوش ربي يرزقوا الدرية الصالحه، والله يسر لكم جميعا، والله يحفظكم ويفرحكم. تشجعاتكم الخوت وبارطاجيو مع الحباب والصحاب. كاينين الناس من عشاق الخيول، بارطاجيو باش يطلع لهم القناه ديالنا ونكبروا العائله وتكونوا مشكورين ايضا، والله يوفقكم ويفرحكم. مهم فاش وصل الفيديو ديال الترابي غادي نخليكم معاه وتشجيعاتكم الخوت، بارطاجيو. العود كما قلت لكم عنده 5 سنين، 380 واش مهم 1,160,000 الخوت. يلا خليكم مع الترابي، خليكم مع الترابي الاخوان، ها هو ما غيبداو دابا. وتحياتي لكم جميعا.
Thank you.